السلام عليكم. الترجي الرياضي التونسي ينتصر بنتيجة عريضة 4-1 على الفريق الصومالي. صحيح 4-1، نحي منها الهدف اللي سجله الفريق الصومالي بعد خطأ من أمان الله مميش. نوليو نحكيو على 4 أهداف للترجي الرياضي التونسي. نورمالمون الأربع أهداف هذوما ما يتسجلوش على 90 دقيقة، يتسجلوا في الشوط الأول، لأنه راهو يزمك تعرف أنك اليوم لعبت ضد فريق متواضع. راهو لو كان جاء الفريق الصومالي هذا عارف روحه 0.001% بالمئة باش يتأهل عليك كترجي رياضي، ما يلعب لكش الذهاب والإياب في ملعب رادس. اما هو حلم وتحقق انه لعب ضد الترجي الرياضي التونسي وشافك الاجواء هذيك تاع جماهير الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لي حقق الحلم نتاعو انه يواجه فريق كبير في القاره الافريقيه اسمه الترجي الرياضي التونسي. الترجي راهو يزمك تعرف المكان نتاعك، تعرف روحك انت شكون بالضبط. ما نخزروش لبعضنا لهنا، نكرهوا بعضنا وما نحبوش بعضنا، وصلنا تجاوزنا مرحله التنبير لمرحله الحقد. لكن راك كترجي رياضي التونسي راك تقعد من اكبر الانديه اكبر الانديه في القاره الافريقيه، راك وحش. والوحش ما يلزمش يقدم شوط اول كيف ما قدموا ضد هالفريق الصومالي. لذا النوعيه هذه نتاع المقابلات راهو ما يلزمكش تركز برشا على الايجابيات. الايجابيات لازمها تمشي بطبيعتها. كان ما تمشيش الايجابيات ونقاط القوه نتاعك ضد الانديه هذه، وقتاش باش تمشي؟ لذا النوعيه هذه نتاع المقابلات راك يلزمك تركز مع نقاط الضعف. النقاط الضعف ضد فريق كيف هكا ما يلزمهاش تصير، الاخطاء ما يلزمهاش تصير. انت اليوم تشوف دفاع الترجي الرياضي التونسي الشوط الاول في اكثر من مناسبه اخترقوه. كيفاش يخترقك هجوم في قيمه الفريق في قيمه هجوم نتاع فريق كما هجمته اليوم وواجهته اليوم؟ راهو يلزمو الترجي الرياضي التونسي او دفاع الترجي الرياضي التونسي يلزم يفيق على روحه، على خاطر انت كي تجي تشوف لو واجهت فريق اخر افضل من الفريق الصومالي هذا راهو ممكن تسبب لك مشاكل. الشوط الثاني تغير كل شيء، هبطوا ام لعبيه واللي باش نحكيوا عليهم. فيما يخص امان الله مميش، راهو اخص ما يزمش لعبات تفهم كلامي بالغلط. راهو ساعه على ساعه مانيش فاهم انا، يا ما نجمش نوصل المعلومه، يا ثم عباد يزمك سامحوني في الكلمة بالقماعة، يلزم نوعية هكا يبقى مكبش معاك في أي موضوع. تحكي أنت هكا يجيك يقولك آه تحكي اليوم على الترجي، شفتش كيفاش كور يا ودي. اليوم الترجي الرياضي التونسي فتق الفريق الصومالي من بعض، ما فهم حتى شيء. منبهر بيك فريق، منبهر بيك، لكن ما تغلطش في روحك. ما هيش مقابلة متاع مقياس. هذاك علاش قلنا ركزوا مع اخطاء الترجي الرياضي التونسي اللي باش ما عادش تصير في المقابلات القادمه. راهو خطاك كما الاخطاء اللي قمت بها انت اليوم، غدوه تلعب ضد فريق في قيمتك ما يرحمكش، وما تنجمش ترجع ليه كما رجعت اليوم ضد الفريق الصومالي. بالنسبه لامان الله مميش، هبطت حلقه تقريبا فيها دقيقتين حكيت على الخطا الكارثي اللي قام به. من اكثر الملاعبين اللي نضرب على امان الله مميش، وماهوش محتاجني باش نضرب عليه بالبوني، على خاطر الامكانيات نتاعو هي الوحده اللي قاعده تضرب عليه، وامكانياته هو اللي خلته يوصل للمنتخب التونسي ويكون حاليا الحارس الاول للمنتخب التونسي. واضح افضل حارس حاليا في البطوله التونسيه، افضل حارس من بين الحراس التوانس. واضح. لكن ما يلزمكش تغلط غلطه كيف الغلطه اللي غلط والله في التعليقات هو نير والحراس. راهو ثم غلطة متاع ثقة مفرطة في النفس، نعاود نقولها مرة أخرى، تسديدة ضعيفة جاتك هكاش، جيت شدها دخلت، تتعاد ثقة على روحك. أما أنت تعمل ركلة هنا، أنت ماشي للغلط، مش أنت معرفتش كيفاش تتعامل معاه، لا أنت ماشي له للغلط، أنت ماشي تعمل في رولات، خاطر عملتها تقريبا الموسم الفارغ ثم مقابلة عملتها الرولات هذيك متاع زيدان وتعديت ومشيت الأمور واضح. عجبتك الحكاية وادفرسير ضعيف خليني نعاودها وجمهور وهيجة وكذا. الجمهور راه ما يشيخش عليك تعمل له رولات، الجمهور يشيخ وينبهر بك تعمل له كلاكات كيف الكلاكات اللي عملتها الشوط الثاني. راهو محبة في أمان الله مميش، شخصيا في أمان الله مميش بالذات محبة فيه، نحكي له في الحكايات هذه. اليوم الترجي ربح 4
فرحان بيك ومشيت له وصفقت له والناس ما كان باس. غدوة لا قدر الله تكون سبب في خروج الترجي الرياضي التونسي ماهوش باش يرحمك، ماهوش باش يرحمك. ثم فئة من الجمهور ما يفهم حتى شيء قدام فريق ولا ملاعبي ولا يحزنوا ويقول لك راك غلطت وغلطت وغلطت وغلطت. لذا عايش خويا الصغير فيق على روحك، والنوعية هذه متاع الأغلاط ما عادش تغلطها على خاطر راك تنجم انت تنجم تحطم روحك. انت جايب لك بشير بن سعيد، تغلط غلطة هذه تغلط غلطة أخرى وغلطة أخرى، تبدأ تفقد في روحك الثقة في نفسك بشوية بشوية، تقول لك غادي بشير بن سعيد يحطك على جنب. ياك خسرت روحك والترجي خسرك وجمهوره والمنتخب التونسي كيف كيف خسرك. بالنسبة للشوط الثاني أهبطت مكونا الجنوب إفريقي بصراحة من الأخر وعلى الأخر. التشكيلة في خط الهجوم بالنسبة للترجي الرياضي واضح، مكونا على اليمين والبلايلي على اليسار كرأس حربة يرجع رودريغو رودريغيز، ولا وينه مانيش فاهم أنا كاردوزو كيفاش مهبط كيباسوي ومخلي كادا. يبدي هبط كادا، يهبطوا كيباسوي هك جربته برشا مرات، هبطوا كادا شوفوا ويماركي لك توا بونتو، ولا مهبط لي لسسمو العبد اللي حكينا عليه وقلنا مليار مرة هالعبد اللي هذايا راهو عبارة نسخة مطبقة الأصل لسسمو هو الشماخي، راهم ماهمش مهاجمين ما ينجموا يعملوا حتى شيء، ما ينجموش يقدموا لك إضافة، وأنت في فريق في قيمة الترجي الرياضي التونسي ماهيش النوعية هذه نتاع الملاعبية اللي باش تخليها بون بلاصون. واضح نقطة ونرجع بها للستر ما يعاونكش، ينجم يماركي لك بونتو، ينجم يماركي لك اثنين، ينجم يحط لك بونتو خيالي، لكن في الصحيح راهو ماكش باش تلقاه. انت حاطة العبدلي ومن بعد هبطت في بلاستو كيباسوي، يعني يا كادم لاعبي شفناه مهاجم محترم في العمر نتاعو يعتبر ممتاز، يعني الكاتريام اتاكون ما يجيش. هبطوا جربوا شوفوا، ماذا بينا احنا الملاعبية التوانسة الصغار في العمر نشوفوهم ما عدناش مهاجمين حاليا في البطولة التونسية، لعل وعسى ملاعبي صغير يترشق وتتقدم له دعوة صغير المنتخب التونسي يمشي يحترف في أوروبا. علاش ليه؟ علاش كان احنا التوانسة ديما مازال صغير مازال صغير؟ البلايلي قاعد يجاو في محمد السليتي، البلايلي قاعد يجاو في محمد السليتي، وهو اكيد ومليار بالمئة ممكن ما يعرفوش وما سمعش بالتعليق نتاعو، بالطبيعه ما دام ما عرفوش يعني ما يعرفش التعليق نتاعو. كيفاش قال له ماهوش باش ينجح في الترجي الرياضي التونسي؟ علاش هسي محمد سليتي ماهوش باش ينجح؟ لا قال لك شفته في المقابله الوديه، ما نعرفش ظهر لي ضد باجا ولا ضد شكون، قال لك شفته يتدعثر ويطيح وتتفك له الكره يحب يمشي يفكها بالقوه. يعني هو شاف مقابله وديه مقياس وما شافش مقابلة رسمية ضد اتحاد تطاوين ما شافهاش مقياس، قال لك اتحاد تطاوين ماهوش مقياس ومقابلة ودية بالنسبة لمحمد السليتي مقياس. اليوم المقابلة الثانية بعد ما انتقدته كناقد رياضي، المقابلة الثانية على التوالي يوسف البلايلي يبدع. يوسف البلايلي من نوعية متاع الملاعبية ما تنجمش مادامو مازال يجري، مادامو مازال يجري وما قالش راني اعتزل، ما تنجمش تقول راهو فات، ما تنجمش تقول راهو ماهوش قادر يقدم إضافة. يوسف البلايلي ما الترجي الرياضي التونسي باش يرجع للمنتخب الجزائري، وشفنا الجماهير الجزائرية كيفاش تغني في الفيراج وكذا، ويوسف 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 ويزم يرجع على خاطر يوسف قيمة ثابتة، يوسف ديريكت هبط وحط وغارانتي الإضافة راهي حاصلة المقابلة الثانية على التوالي. يعني اسمه الجنوب أفريقي على اليمين راهو عبيثة بالرسمي كارثة. اليوم انت كيفاش تشوفوا النوعيه هذه نتاع الملاعبيه؟ راهو يلعب لك لريال دروا، راهو كيكون عندك ريال دروا خشين برشا راهو مع هذايا مكوينا راهو يهبلوا. السيد كيفاش يستنى بن علي يطلع وكيفاش يحط له كره ورا الظهر في نتاع الديفونسارات يهبلوا كره، يدخل يمين يلعب في الوسط، يعني ملاعبي على الجانب الايمن باش تطمن عليه، واللي صار كيف ما قلنا يوسف البلالي رودريغو رودريغيز كراس حرب، والتالي يانساس اللي مهبلها شفناه من التحضيرات المقابلات الودية متاع الترجي الرياضي التونسي هو قاعد يسجل يكمل في المقابلات الرسمية. النجم نقوله إلى حد الآن الترجي الرياضي التونسي في نسخته الحالية الموسم الحالي أفضل من الترجي الرياضي التونسي الموسم الفارط، لكن مازالت بعض النقائص في الدفاع، يلزم يعرف المدرب كاردوزو كيفاش يتعامل معها، والترجي الرياضي التونسي قادر باش يزيد يتطور أكثر باش يزيد يتحسن أكثر، خاصة بعد الانتدابات اللي قام بها حلقتنا اليوم. وفات في ختام الحلقة كالعادة.
كالعادة البياري مطبخ الكبش يقول لكم حظ موفق للترجي الرياضي التونسي، الاتحاد المنستيري، الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي في رابطة الأبطال في مسابقة الكاف، حظ موفق المنتخب التونسي، حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية في الدوري التونسي. تحية تونس، عيش تونس، كلنا تونس وسلام.